صباح الخير، صحة وهنا. صباح الخير اختي. لو سمحت لا تقوم، كمل فطورك. لا انا شبعت ودوبني لحق لانه عندي شغل كتير. جبت لكم كعك تازة من الفرن لساتهم سخنين، وجبت كمان شوية غراض حطيتهم جوا بالمطبخ. اطبخوا يلي بدكم اياه، واذا بتحبي تتفرجي على التلفزيون هاي الجهاز محطوط هون، وعلب البهارات كلها بتلاقيها بالخزن. البيت بيتكم، وشو ما بتحبوا تعملوا خذوا راحتكم. اتفقنا؟ لازم روح. اتركون لو سمحت، انا بقيمون. لا شكرا لك، ما بدي اعزبك. انا ما برجع للمساء، انتوا خذوا راحتكم. الله يقويك. شكرا لك. خلصتي؟ ايه خلصت. حلوة القصة؟ حلوة كتير. كأنه سليم شب مزوق كتير، ما هيك؟ اختي مهم هلأ عم قول لحالي انه نقوم ننظفه لهالبيت احسن ما يضل هيك مكركب. طيب بركي جلال هيك مرتاح بلا ما نضايقه. لا تتحججي، بدنا ننظفه سوا. يلا لشوف، قومي البيت كتير وسخ وبده تنظيف. جيبي معك الأبريق. ايه اختي انا طالعة لفوق. ايه أهلين نعمت خانم. الحمد لله رديتي بنتي، رح أموت من الخوف عليكي. أنت منيحة؟ منيحة. ليش طلعتوا من البيت؟ أنتوا وين قاعدين؟ رح نموت من الخوف عليكم. نحن مناح لا تخاف. شلون ما نخاف بنتي؟ في ولد ببطنك واسطنبول كبيرة وأنتوا غربة عنا ولحالكم وما بتعرفوا حدا فيها. نعمت خانم، أنا منيحة والبيبي بخير. وين قاعدين هلأ؟ ما رح قلك، هذا الشي ما بيخصك. ليش هيك عم تحكي معي؟ بنتي ليكون في حدا غلط بحقكم. مين اللي ضايقك احكيلي؟ نعمت خانم، انتي بتعرفي كتير منيح شو مساوية معي. حضرتك طلبتي من المحامي يخلي امي محبوسة، وقلتي له كمان ما يتابع القضية. بس انا عملت هيك كرمال مصلحتك بنتي، مشان ما تعرف انك حامل. البيبي جواتك وعم يكبر ورح يبين. هذا ما له عذر بنوب. ما بصير تخلي امي بالسجن كرمال هالشي. تمام بنتي اهدي، كل شي وله حل. بس قولي لي وين انتو؟ وبوعدك نطلع امك من السجن، عمران وديما وكل العيلة خايفين عليكم بنتي. نعمت خانم، انا ما عاد بدي ارجع على بيتكم ابدا، وبس اولد البيبي رح اعطيكم ابنكم واخلص من هالقصة. بس انا مالي متلك، انا رح اوفي بوعدي لا تخافي. يلا بخاطرك. طولي بالك شوي رفيف. اسمعي رفيف، الو رفيف. أخ. يا ربي يا ربي، كيف بدي رجعهم على البيت؟ يا ربي شو ساوي؟ بترجع يا الله ساعدني لحتى حل هالموضوع قبل ما يعرف. اوف.